احمد فتحي جوكر النادي الاهلي، الف مبروك يا احمد، وتحياتنا وكلنا فرحانين بيكوا، لان انتوا فعلا ابطال ونجوم للنادي الاهلي ونجوم لمصر كمان. والله الحمد لله يا كابتن، يعني اللي ربنا يعني انا بشكر ربنا اولا واخيرا، وبحمد ربنا كتير طبعا على الفوز دوت الاهلي. والله احنا كنا نازلين الماتش دوت عشان نسعد الناس والشعب المصري، ونسعد جمهور النادي اولا واخيرا طبعا. يعني الجمهور ما بيحضرش معانا كتير، الحمد لله كان مالي الملعب النهارده، الحمد لله قدرنا نعمل ماتش كويس الحمد لله. كابتن احمد فتحي كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلادك يوم البطوله الافريقيه وكاس افريقيا. طبعا يا كابتن، يعني الحمد لله اللي دي كانت هديه كبيره من اللعيبه كلها في يوم عيد ميلادي النهارده. بحمد ربنا اللي احنا ما خسرناش يوم عيد ميلادي، مش الوش حلو. الحمد لله اللي قدرنا نكسب ونسعد الناس كلها الحمد لله. تستحقوا كلكم يا احمد التهنئه، اللي لعبوا واللي ما لعبوش واللي قاعدين بره واللي قاعدين في المدرج. طبعا كل اللعيبه نجوم وتستحقوا النادي الاهلي طبعا، باللي بره زي اللي جوه زي اللاعب بره. كلنا روح واحده الحمد لله اللي قدرنا ناخد البطوله، كل واحد بتحسب له البطوله، وكل لعيبه معظمهم شاركوا كده بيحسبوا لهم البطوله، وبطوله غاليه علينا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنلعب فيها. انقل لنا تحيات وتهنئه كل اللي موجودين معاك، جهاز فني واداري، لعيبه، حتى الاداريين والعمال من الاستوديو هنا من قناه الاهلي، في وجود الدكتور طه اسماعيل والكابتن فاروق جعفر. الف مبروك احمد فتحي. كابتن فاروق واضح النبره السعاده طبعا، فرحه كابتن، الفرحه النهارده.